السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحباب وأصدقاء قناة أخضرنا لك. معكم تامر نبيل. الفيديو ده أنا جاي أتكلم فيه، أنا بقالي أكتر داخل على شهر أهو بالظبط ما نزلتش فيديو، وكنت بقالي فترة مش متفاعل مع الأصدقاء اللي موجودين عندي أو بروح عند عند وكده، ولا بنزل فيديوهات بقالي فترة كده. كان يعني زي ما تقولوا كده جالي ملل او اختناق من اليوتيوب. كل يوم اعمل نفس اللي انا عاوز اعمله بكره، واللي بكره هعمله امبارح، واللي امبارح عملته النهارده. ما اعرفش رتم كده بقالي فتره، يعني كل حاجه اليوتيوب كان شاغل تفكيري بطريقه كبيره لدرجه ان الواحد قفل منه مره واحده. فيمكن الشهر ده انا بعدت عنه، تقدروا تقولوا بريح دماغي، بستريح، اتخنقت منه، ما اعرفش. بس الفترة اللي فاتت دي انا دخلت في شهر اهو بالظبط، عندي احساس ان انا مش عاوز اعمل اي حاجة على اليوتيوب، لا عايز اتفاعل مع حد، ولا عايز انزل فيديوهات، ولا عاوز اعمل اي حاجة خالص. ما اعرفش يعني، انا حتى فكرت ان انا ابعد عن اليوتيوب خالص، وبعدين رجعت وقلت يعني ايه فترة وتعدي، وهي فترة فعلا وتعدي. فانا بعتذر للناس كلها اللي كنت بتفاعل معاها وبقالي داخل على شهر اهو غايب عنها، وان شاء الله ربنا ييسر الحال وابتدي انزل فيديوهات من اول الشهر الجديد ان شاء الله. واحنا رمضان على ابوابه، وكل سنه وانتم طيبين، ويعودوا الايام علينا بالخير للجميع يا رب. ومش عاوز حد يزعل مني ان كنت في الفتره اللي فاتت دي مش متفاعل مع حد او ما بروحش على حد. انا فعلا بقالي فتره الشهر ده يعني ما بنزلش فيديوهات، وكنت التفاعل بتاعي يكاد يكون منعدم فعلا. ان شاء الله احاول اعوض الفترة اللي فاتت دي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وان شاء الله من اول الشهر ان شاء الله ابتدي انزل فيديوهات زي ما كنت بنزل، وربنا ييسر الحل للجميع. واشوفكم على خير. كان معاكم تامر نبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.